الأيتام ومجهول النسب ينهون اعتصامهم أمام رئاسة الوزراء اليوم بعد تلقيهم وعودا حكومية بتلبية مطالبهم خلال 10 أيام. وزير الدولة يوسف الجازي زار المعتصمين ليلة أمس لإقناعهم بفضل الاعتصام في أعقاب زيارة قام بها الأمير علي بن الحسين إلى موقع الاعتصام. هناك على دوار الرابع كان علم الأيتام ومجهول النسب على مدار 5 أيام يفترشون الأرض حتى تحقيق مطالبهم. الفئة هاي اللي قدامك كلها بتنام بالشوارع. تعديل الرقم الوطني لجميع الأيتام. التعليم. التعليم للأيتام كمان. جميع حقوقهم انها توصل لهم، التامين الصحي، وانا عم بس على حقي يعني مش اكثر، يعني باسم الاسواس مسجل غير الذل. انت قاعده تحت رحمتنا، انت انا الصراحه عم بدي اشي احس بالاستقرار، احس بالامان يقويني لطول عمري. يعني انا ما عشت حياتي، يعني قعدت 7 سنوات ونص بالسجن وطلعت 8 شهور، ما بدي اعاني من اول وجديد ماساتي وظلمي وغير الضربات اللي بوجهي. جارت عليهم الأيام والمجتمع فلجأوا إلى أرض الوطن الواسع وسكنوا على هذا الدوار لعل فيه الحل لمعاناة حركت مشاعر كثيرين وجعلتهم يتضامنون معهم كل على طريقته. يا أخي شو أخبار الفساد في البلد؟ الفساد حنطناه وحطناه بالمتحف ومنزوره كل 2 و4. الواسطة بالحلول. الواسطة؟ إيش هاي بالإنجليزي؟ واسطة؟ ما مرقتش علي. طب يا اخي شو اخبار الاطباء؟ الاطباء صار عندهم تامين صحي درجه اولى. والمعلمين؟ المعلمين صار عندهم وزاره المعلمين مش بس نقابه. الكهرباء كانت غاليه. لا هلا بلاش. والفوسفات؟ للشعب. طيب البنزين؟ البنزين زي المي. والمي؟ زي البنزين واثنين مقطوعين. ليلة الاثنين كان الفن حاضرا فقدمت فرقة مسرح الشارع بعض المقاطع التمثيلية خلال الاعتصام في محاولة لدعم هذه الفئة الأقل حظا من المجتمع وتسليط الضوء أكثر على مشاكلها. احنا جايين اليوم عشان ندعم قضيتهم لان قضيتهم كثير انسانيه وواجب علينا احنا كبشر انه احنا نيجي هون ندعمهم. احنا عرضنا اليوم وحنعرض بكره ويمكن نعرض بعد بكره ويمكن نضل نعرض لبين ما هالقضيه تنحل او على الاقل الجهات العليا تلفت النظر للدوار الرابع لهالاطفال اللي عم بعرضوا. فضل الايتام ومجهول النسب اعتصامهم بعد وعود رسميه بتحقيق مطالبهم خلال 10 ايام على امل الا تكون تلك الوعود مجرد جمل معترضة لا محل لها من الإعراب.